رائد بنقول لك اليوم ألف مبروك على مثل ما سمعنا أنه خلصتوا مسلسل جديد الحجرة، وهو بطولة عدد كبير من الممثلين اللبنانيين وحتى السوريين، خبرنا أكثر عنه. لكن احنا خلصنا تصوير المسلسل، المونتاج هلا بلشنا بالعمليات الفنيه يعني البوست برودكشن. المسلسل حيكون نقله نوعيه بالدراما العربيه، يعني نوعيته كثير يعني ما انعمل منه قبل، يعني انا ماني حاضر هيك شيء بالاعمال اللي عم تصير بالدول العربيه. يعني طبعا هو بطوله نجم السوري محمد الاحمد، وفي عدد كبير من النجوم اللبنانيين السوريين امثال الاساتذه يعني عمار شلق، وسام فارس، نور علي، ريم خوري، هادي بعياش، نهله داوود، خايف انسى حدا، صراحه عدد كبير. يعني بعد خبرنا محمد الأحمد، شفني تألق بمسلسل الموت 2، شو رح تكون هيدي الشخصية مختلفة رح تكون عن الشخصية اللي شفناها فيها قبل؟ هي مش بس مختلفة عن المسلسل للموت، هو مختلف عن كل الشخصيات اللي لعبها بحياته، يعني حتى هو تفاجأ بالشخصية، لأن أصلا هو عم يلعب شخصيتين بالمسلسل، يعني هذه الصعوبة. يعني هذا محمد بيعتبر هذا الدور عمره، يعني هل معقول يكون هو توأم هو وشخص ثاني؟ ليك بنتركها لوقتها، يعني لا مش توأم، يعني شيء تاني، بس حيكون يعني شيء مفاجأة نوعية من ناحية تنفيذ المشاهد، لأنه محمد يعني صرنا شفنا قبل بأعمال قبل إنه الممثل عم يعمل شخصيتين بس، بيكون مشهد مشهدين بس، إنه أكترية المشاهد العمل اللي عم يمثل مع حاله، فهيدي شغلة صعبة وتتطلب مجهود كبير من الممثل ومن المخرج ومن كل الأمور الإنتاجية. يعني هل معقول يكون عم بعاني من مشكلة نفسية؟ عم نجرب نشوف. لكن ما رح أقول، أنا ما هتاخد من السكوب، لما يطلع البرومو أو نعلن عنه بتشوفه. طب عمار شلق، كيف قدرت جمعت بين نجمين كبار، محمد الأحمد وعمار شلق؟ عمار شلق كمان الكل بحبه، وكان له فترة شوي صغيرة بعيد عن الساحة. ليك عمار، استاذ عمار، عمار يعني من اهم الممثلين بلبنان، وانا من زمان من لما بلشت بالشغل انا حابب اتعاون انا وياه، بس ما ساءت الظروف يعني، فاجتمعنا بهذا العمل، وكان في دور كثير مهم، يعني دور محوري بالمسلسل، وعرضته عليه وحبه جدا، وصراحه يعني ابدع فيه. يعني اليوم شو بتوعد الجمهور بمسلسل الحجره؟ هل رح يكون للسباق الرمضاني 2023؟ لا ابدا، المسلسل منه 30 حلقه، منه مسلسل رمضاني، هو مسلسل معمول شورت سيريز لبلاتفورم، بس ما فينا نعرف، ما فينا نذكر اي بلاتفورم، لانه بعدنا we're still negotiating. يعني والبنت البطله هل رح تكون هي على علاقه حب مع محمد احمد؟ ليك هذا العمل بيختلف شوي عن الاعمال الثانيه، هي ما في ثنائيه يعني شاب وبنت، يعني هي بتحكي عن شخصيه مراد اللي هو محمد احمد مع عدد من الابطال، يعني معي صبيتين اللي هن نور علي وريم خوري، يعني ما فينا يعني اثنيناتهم ابطال، ما في دور ثنائي يعني شاب وبنت فيه، يعني